جامع خالد بن الوليد في قلب الحي الذي اشتق اسمه من اسم الرجل الذي له مكانة في تاريخ المسلمين العسكري تحديدا. هنا مدينة حمص التي سمتها المعارضة عاصمة الثورة، لكن الأحوال هنا ليست على ما تريد المعارضة، فقد اقتحمت القوات الحكومية الحي وسيطرت عليه، ولكن بعد أن أصبح بهذا الوضع. الاقتحام تم بعد أسابيع من القصف المكثف. القوات الحكومية تتقدم ببطء، لكن المعارضة محاصرة في الأحياء القديمة. حمص محاصرة، محاصرة بكل ما تعنيه الكلمة. سلطة أطواق أمنية على كافة أحياء حمص المحاصرة، لم يصل سلاح، لم يتدخل حتى بالكلام، إن كان الائتلاف الوطني أو حتى هيئة الأركان. إلا الآن نحن نناشد منذ أكثر من سنة، نناشد إن كان هيئة الأركان أو حتى المجلس الوطني أو حتى الائتلاف. إلى الآن لم يصل أي سلاح، لم يصل أي شيء إلى الثوار داخل حمص المحاصرة. ربما لا يكون الخالدية سوى حي من الأحياء التي تشتعل فيها المعارك في سوريا، لكن رمزيته ورمزية مدينة حمص تعني الكثير للمعارضة. أما من الناحية الاستراتيجية، فإن سيطرة القوات الحكومية على حمص بصورة كاملة ستعني تأمين عقدة المواصلات الأهم في البلد. نحن ما بنعتبر أنه الجيش الحر انهزم بالخالدية، نحن هذه معركة طبعا كبيرة جدا، هي على نطاق الوطن كلياته، بجغرافيا الوطن كلها، يوجد تقدم في مكان، تراجع في مكان آخر. بالنهاية نحن ما عم نخوض حرب الحقيقة لحتى نحتل أراضي، هي أرضنا، نحن عم نخوض حرب على أرضنا وفي وطننا. هذه الحرب هي من أجل الحصول على حقوق الشعب السوري، وهي مستمرة ولن تتأثر بخسارة بضع كيلومترات هنا أو هناك. هنا جبهة أخرى هي حلب، تستمر الاشتباكات بين المعارضة وقوات النظام، لكن هذا ليس القتال الوحيد هنا. ففي قرية تل حاصل اشتبك مقاتلون أكراد مع جهاديين من جبهة النصرة وسط عمليات نزوح في تلك المنطقة. رافد جبوري، بي بي سي.